السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي يا صف أول، تعالوا ناخد النهاردة بارت 2، الجزء الثاني من الدرس الأول من منهجكم التري توبس. بارت 2 النهاردة هناخد الجزء الثاني. بارت 2 اللي هو من لسن 1 بارت 2 من منهجكم التري توبس. طبعا بارت 2 ده كلمة ونص يا جماعة، كلمة ونص اللي هي هتبقى الكالرز الألوان. وطبعا احنا الألوان يعني حافظينها وتمام، بسم الله ما شاء الله عليكم، انا عارفة ان كلكم حافظينها. هنقرأ الألوان ونقرأ الجمل اللي موجودة في الكتاب ونحل على الدرس، تمام؟ يلا نشوف الألوان من أول. red لون أحمر، red لون أحمر، red لون أسود، black لون أبيض، white لون بمبة، pink اللون الأصفر الجميل، yellow برتقاني، orange خلي بالكوا عشان ما حدش يقول عليه orange، لا هو orange لان حرف الاي long a orange، تمام. طيب اللون الاخضر green اللون الازرق blue colors الوان colors. طبعا الدرس لذيذ وهو بارت 2 دايما بيبقى سهل جدا. red black white pink yellow orange green blue brown، تمام. دي بالنسبة للكلمات او الكارز او بارت 2. طيب تعالوا نشوف الجمل اللي موجودة في الكتاب اللي عندنا، تمام. في جمل كده دايما بيجيبها ان انت تدرسها وتقرأها، تمام. تعالوا نشوف ايه هي الجمل ونبص للصور ونعملها. هنا طبعا في شجرتين حلوين جمال كده طعمين، هنقول the trees طبعا trees هنا يا ولاد جمع plural، يبقى هنجيب معاها are verb to be للجمع are. the trees are green وهنا معناها ان الاشجار تكون خضراء. the trees are green. number 2 هنا البنوتة هنا لابسة فستان احمر وطاقية زرقاء وحذاء اسود، احنا عاوزين نوصفها يا ولاد بالالوان، يبقى سهى has. طبعا يا ولاد انتوا عارفين ان verb to have معناه يملك، هنا has عشان هنا سهى مفرد جبناها has يملك. سهى has a red dress a blue hat and black shoes. شايفين يا ولاد فستان احمر، وخلي بالكوا ان اللون بيجي قبل الاسم. a red dress احنا بنقول بالعربي فستان احمر، لا احنا بنقول بالانجليش بما ان بنقرا من الشمال، يبقى a red dress فستان احمر. a red dress طاقيه زرقاء a blue hat and black shoes، تمام يا سنة أولى، تمام. هنا آدم الجميل ده لابس تيشيرت أخضر وبنطلون بني، برضو هنقول إن آدم يملك هنا معناها يملك a green t-shirt and هنا يعني وا يا ولاد and هنا يعني وا brown pants تمام. pants يعني بنطلون يا حبايبي، تمام. يبقى هنا has يملك واللون بيجي يا ولاد قبل ايه
قبل الاسم. وطبعا طالما الاسم مفرد يا ولاد لازم يجيب قبليه ايه او ان. انا قلت لكم من الاي والان ده البودي جارد او السكيورتي بتاع الاسم المفرد. لو الاسم مفرد حتى لو اللون اجى قبليه يجي قبليه اي جرين تي شيرت. تمام. طب هنا براون بانتس، هنا ما جبناش لي اي لان هنا البانتس يا ولاد جمع، وانا قلت لكم اعداء الجمع الاي والان والون. الجمع ما بيجيش قبليه ا ولا ان ولا ون. تمام يا ولاد. الجمل دي بسيطه جدا وحلوه ولذيذه بصراحه. طيب تعالوا نشوف الحل اللي عندنا. طبعا الحل اللي عندنا الالوان هتوصلها، وهنا هتعمل سيركل بين الالوان. يعني هو الدرس ما فيهوش اللي هو كلمه ونص بالظبط يا ولاد، كلمه ونص. وهنا هتكمل الالوان، طبعا بعد ما تحفظوا الالوان هتكملوها، وكده يبقى بارت 2 يا ولاد. كده خلص بارت 2، خلص ما فيهوش اي حاجه. اتمنى تكونوا ذاكرتوا بارت 1، وادي بارت 2 ما فيهوش اي حاجه. وان شاء الله نبدا الدرس الثاني وانتم شاطرين في الاول ومتمليين الكلمات وتمام ان شاء الله باذن الله. في رعاية الله حبيبي.